مستقبل ولادنا هو مستقبل بلدنا، علشان كده تعليمهم والحفاظ على صحتهم هو هدفنا كلنا. علشان نحقق الهدف ده برغم كل الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم واحنا معاه، كان القرار باستمرار الامتحانات بإجراءات وقائية لكل المنظومة، طلاب، مراقبين، صحيحين. ازاي هنوزع جميع مستلزمات الوقاية بالمجان علشان الكل يبقى في امان؟ هنتأكد من اكتمال اجراءات تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات يوميا. هنطهر وحدات الكنترول والتصحيح يوميا. هنقلل عدد الطلاب في اللجنة من 22 ل 14 علشان نحافظ على المسافة الآمنة، وده خلى عدد اللجان 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية. وما ننساش نوصل قبل ميعاد الامتحان بساعتين علشان التزاحم. سلامة ولادنا أهم حاجة، عشان كده هنعمل كشف ونشوف درجة حرارته قبل الدخول. الكشف عن بطاقة كل طالب، تعقيم مستمر ببوابات التعقيم. ما ننساش ان الموبايل ممنوع في السماعات والكتب والأجهزة الإلكترونية. هنوزع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين. وكمان 7 مليون جوانتي للمراقبين والموظفين. أكياس أحذية بلاستيكية لجميع الطلاب والعاملين. تهوية جيدة، مسافة آمنة، تعقيم مستمر، إشراف طبي. كده عقمنا واطمننا على أولادنا ومستقبلهم. امتحن وانت مطمن، لأن مستقبل أولادنا هو مستقبل بلدنا. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنحمي ولادنا، بنحمي بلدنا. امتحن وانت مطمئن.